صباح الورد مشاهدينا، مرحبا بكم معنا في هذه الحلقه الجديده من برنامج كيف الحال. غادي نتكلموا فيها اليوم على وليداتنا، غنتكلموا بالضبط على الوليدات اللي تحسوا بهم والديهم متعجرفين متعالين وكيتصرفوا بواحد كما كنسميوها حنا بالمغربيه ديالنا بواحد الدساره، بواحد قله احترام تجاه الناس اللي تيكونوا اقل منهم ربما مستوى اجتماعيا. طبعا هذا الموضوع هذا غادي نتكلموا فيه مع دكتور عبد الهادي القاسمي. صباح الخير دكتور عبد الهادي. حنا تنتكلموا بالضبط على لي زونفون اورغويو اي انسولون، يعني وقحين واللي تيكون في واحد العجرفه واحد لورغوي هكا اللي ماشي في محله. الدكتور عبد الهادي، واش هذا الشيء ما كيتزادوش هكا الوليدات؟ واش هذا سلوك يكتسب او لا كاين اللي ما يمكنش يكون متوارد جينيا؟ لا ابدا، فانت حطيتي بالضبط، حطيتي يديك على الجرح. يعني ان الطفل كيكتسب هذا السلوك، هذا الطفل كيكون يعني ماشي صفحه بيضاء وانما مجموعه ديال التصرفات ومجموعه ديال السلوكات كيتعلمها انطلاقا من ملي كيبدا كيحط الكلمات على على الاشياء، على المسميات، على الاشياء ولا على الاحاسيس ديالو. يعني انطلاقا من سنتين كيبدا يخرج بعض الكلمات، كيبدا يفهم الكلمات ديال الاب والام ديالو، فكيبدا يتعلم مجموعه ديال السلوكات، منها مثلا السلوك ديال العجرفه. العجرفه كنلقاوه عند مجموعه ديال الوليدات اللي هما خاصه دي جون انطلاقا من 10 سنين 11 سنه، فكيبداو كيقلدوا او انهم كيتكون فيهم هذاك السلوك اللي هو كان كيشوفه عند الاب ديالو، اللي هو كان كيشوفه مثلا عند الام ديالو. فاذا كانت الام ديالو مثلا تعامل هذيك المساعده داخل البيت بواحد التعالي بواحد العجرفه، فاكيد حتى هو غادي يستعملها وغادي يستعملها مع ناس اخرين. ماشي بالضروره غادي يستعملها مع مع مع, مع, مع هذيك المساعده، وانما يقدر يستعملها مع اي انسان اللي هو كيقدم ليه خدمه خارج البيت. فكنلقاو مثلا مجموعه ديال التلامذه اللي ما كيحترموش الاساتذه ديالهم. علاش؟ لانه كيسمع ان ديسكور، كيسمع واحد الحوار، واحد الكلام، بان اي انسان كيقدم لك واحد الخدمه فهذاك غير عطيه الفلوس ديالو وراه ممكن انك تشريه او لا ممكن انك غادي تفوق عليه. فهو كيعتبر بان كل انسان فهو كيخدم لمصلحته، وبالتالي كيتصرف معهم بهذاك التصرف المتعالي. نعم. الاصل ديالها هي ماشي فهم، هي ماشي واحد الاضطراب ولا فيروس ولا سلوك، سلوك مقلد. نعم. فانا اجزم يعني اي شاب ولا ام عندهم وليداتهم كيتصرفوا بهذا التصرف المتعالي والعجرفه مع الناس الخارجيين، يعني كنتكلموا على المساعده داخل البيت، كنتكلموا على السائق، كنتكلموا على هذاك الكونسييرج اللي حاضر لنا الدار واللي مامنها، كنتكلموا على هذاك الغارديان مثلا ديال الطوموبيلات. فإلا لاحظوا بان وليداتهم كيتصرفوا بهذا التصرف هذا، غادي يعرفوا بان راه السلوك ديالهم هما اللي ادى مباشره ان الوليد يفهم بان هكذاك خصنا نتصرفوا يعني مع الناس. ما يمكنش يكونوا مثلا الاباء والامهات ماشي هكا والوليدات جابوا هذا السلوك هذا، يقدروا يكونوا قلدوا واحد اخر. نعم يكونوا قلدوا واحد اخر، اما عم او مثلا داخل واحد الاسره اللي كيكونوا فيها الناس بزاف، مثلا كيكون فيها الجد والجده والعمام والخوال. شي واحد كيتصرف بهذا التصرف، شي واحد كيتصرف بهذا التصرف وعنده دولان فلويونس، عنده تاثير على هذا الوليد. نعم. هذا جانب. وكاين الجانب الاخر ملي كنتكلموا على الوقاحه، كنتكلموا على الوقاحه هنا وليدات صغار، يعني كنتكلموا على 3 سنين 4 سنين 5 سنين حتى 8 سنين، يعني في واحد المستوى اللي باقي ما وصلوش لهذاك الواحد السن اللي يخليهم انهم يتعاملوا بعجرفه. نعم. ولكن كنلاحظوا مثلا كيقدر يسمع الباه، كيخاف منه، اللي قالها ليه كيديرها، ولكن مو ملي كتهضر معاه كيقول لها شي كلمه مثلا خايبه. نعم. ولا كيقول لها مثلا راكي صدعتيني، وهو يلاه عنده 5 سنين. نعم. او انه كيشوف فيها واحد الشوفه مثلا اللي كتخلي هذيك الام يعني كتحس بان ذاك لو ميبري، كتحس بان تحتقرات من طرف ولدها، وهذا كتقول لك علاش كيخاف من باه، وانا ما كي ملي كنقول ليه شي حاجه كيتصرف معايا بهذا الشكل. فهنا كاينين جوج ديال لي بيست، يعني جوج ديال الاشياء ديال الاسباب اللي ممكن اننا نمشيو ليها. كنتكلموا على وليدات صغار قبل من 8 سنوات. المساله الاولى هو ملي كيكون الاب والام كيتكلموش لغه واحده، يعني انه الاب واحد كيشرق واحد كيغرب، والام لانها ربما كتبغي، حنا كنعرفوا هذه المساله هذه كتوقع في العائلات بزاف، كيبغيو يلعبوا الدور ديال هذا لو ميشون اي لو جونتي، يعني واحد الا كان قصى شويه على الوليدات الاخر يرطب شويه. نعم. ويحن مزيان، ولكن غير ما نديروهاش مفرقين. ماشي باغ اكزومبل كيجي الاب كيفرض واحد العمليه ولا كيقول مثلا، كتجي الام من وراها بالتخبيه كتقول لها هاكي يلاه راه ما غنقولهاش لباباك. هنا كتكون الام عرضت نفسها انها ممكن انها تتعرض لشيء من هذا القبيل. كاين العمليه الثانيه وهو ملي كيكون عدم الاحترام سائد في البيت. نعم. يعني ان ملي كتكون مثلا الام
كتقدر انها تنتقد اي تصرف قالوا الاب وكتنتقده بدون احترام، يعني نعم. ماشي كتنتقد العمل، ربما كتنتقد الشخص او العكس، ملي كيكون الاب كذلك انه اي شيء القاه مثلا بانه ما عجبوش في الدار ولا ما صافي عجبوش كيبدا في واحد السلوك بالنقد كيبدا وكيبدا كيف ما كنقولوا حنا بالدارجه كيبدا بداك النقير. نعم. فملي كيشوفوا الوليدات هذه المساله هذه، حنا كنعرفوا بان الوليدات راه كيلاحظوها دابا، اللي عندهم وليداتهم صغار كيبغيو يركبوا في التران ولا كيبغيو يركبوا في التراموي ولا في هذاك، دائما كيبغيو يركبوا القدام. نعم علاش؟ لانه كيصحابوا بان هذاك هو لو فاغون لو بلو رابيد، كيصحابوا بانهم غادي يوصلوا. فراه هاد الفهم بهذا الشكل هذا راه كيتجلى كذلك في السلوك ديال الاطفال اللي هما في هذا السن هذا، كيمشيو للجهه القويه. يعني ملي كيشوف الاب ديالو هو اللي كيدير هذا السلوك هذا كيقلده مباشره، ما كيقلدش الام ديالو اللي غادي تلعب في هذه الحاله هذه الدور ديال الضحيه. والعكس بالعكس، الا كانت الام هي اللي كتقوم بهذا الدور، فكنلاحظوا بان حتى الوليدات كيكونوا ما كيحترموش الاب ديالهم، كيكونوا انسولو مع الاب ديالهم، لانهم كيشوفوا بان هذه الطريقه استعملها احد الابوين مع الاخر وخدامه وكيوصل دونك بها. انا عطيتينا تحليل لهذا السلوك هذا والاسباب ديالو دكتور عبد الهادي، ضروري ما غادي نعرفوا كيفاش نقوموا هذا السلوك التقويم ديالو. الا سمحتي من بعد ما ناخذوا المكالمات، المكالمه الاولى من مدينه العيون، معنا السيده فاطمه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لاله فاطمه، لاباس عليك؟ الحمد لله. مرحبا بك لاله. مرحبا سي عبد الهادي، الله يرحمكم الوالدين. بارك الله فيك لاله، الله يجازيكم يا ربي امين. شنو هو السؤال ديالك لاله فاطمه؟ اختي ما بحال هذا المشكل دابا كنعاني مع ولدي، عنده قريب كمان 15 سنه، عايرني يضرب. كيضربك؟ كيضربك؟ كيضربني والله، يتحم راه كيجي يضربني. عنده 15 سنة. قريته والو، ضوء في السابعة بواحد دار مراجعة، جات بعد نقول له حفظ، يقول لك أنا ما قاريش، أنا ما بغيتش نقرا. أودي غير خرج من هذه المدرسة، أنا عييت معاك السابعة. فين الأب ديالو؟ لاله فاطمة الأب ديالو فين؟ إيوا باه ما كيتسوقش ليه كاع، كيضربوك؟ كنضربو حنا صراحة، ربينا بالعود. أنتم ما كنتوا كتضربوه ملي كان صغير؟ ضربناه دائما، كنقول هذا دابا الشيء راه ما دار في قلبي، كنقول هذا الشيء راه باقي عندي داغ، من هذا غادي تشوفني مني. هو تيقولها لك؟ دونك عنده حقد في قلبه هذا الوليد هذا. نعم، عنده حنين. مرات اذا جبتيه شوي كتشوف فيه حنين، ولكن انا العزه كنقلب عليه كنغوت على قرايته، القرايه انا ما مهتمش بالقرايه. لا لا لا، سمحي لي عافاك نقول لك واحد القضيه. انت الحمد لله كتعترفي بانك ربيتوه بالعنف وربيتوه بالعصا، مزيان. دابا اللي عطى الله عطاه، دابا هو كاين فيه واحد الغضب كبير راه كيفجروا فيك انت وفي الاب ديالو. وما كاين غير هو، حتى خوه لو قرا دابا اكيد غادي يتبعوا ولا لا؟ اكيد غادي يتبعوا. شوفي الحوايج اللي كيخليهم انهم كيتور ضدكم، شنو الحاجه اللي كتقيسوه فيها وكيخليه انه كينوض كيعاملكم بهذا العنف هذا؟ القرايه فقط؟ القرايه ولا ما تخرج هاك ما دير هاك، لا وما تبعينيش، كيمشي مع شي دراري قباحين. نعم. تعطيني من حياتي. نعم. وما كنتيش انت غادي نقرا، وما كنتيش انت غادي نعيش. قلتي الاب ديالو، قلتي الاب ديالو مريض؟ باه مريض في السكر، عنده كلا وكيعقي الشتم ويظل. وكاين شي واحد، كاين شي واحد في العائله اللي كاين شي واحد في العائله اللي تبارك الله كيمتاز بالقوه الجسديه، كيمتاز ب كاين شي واحد عمو ولا خالو ولا خالو ولا جدو؟ عمامو كاع كلشي غير القطوه والله العظيم. كيما سميتي شي واحد ضروري هو دار معاه، المهم تفكر فيه شي عون. نعم. شوفي يا لاله، يعني بكل صراحه الابن ديالك ملي ما عنده حتى شي واحد في لونتوراج ديالو اللي يقدر انه ياثر فيه، بما انه مخاصم مع الدراسه ديالو لانه ما باغيش يقرا، يعني عنده حقد حتى على الاساتذه ديالو، وكنظن حقد حتى على الام. سمعتي شنو قالت واحد الكلمه مهمه؟ قال لك كون ما كنتيش انت كون قريت. كنظن عنده مشكل مع الام. نعم نعم نعم. فانا كنظن بان ما عرفتش بانهم يلتجؤوا لواحد الاخصائي. ياك لاله فاطمه؟ مع الناس العيون، مع الناس اختصاصي. لا اله الا الله. حاولي تبحثي مازال، لان ما كنظنش ضروري ما غادي يكون لاله فاطمه، واقرب مدينه لكم هي اكادير، كنظن غادي يكون فيها ربما اخصائيين. ما عرفتش، هذا نداء دكتور عبد الهادي القاسمي، يعني الناس في التخصص ديالكم يمشيوا لكل المناطق المغربيه. لا غتمشي الاكاديميه، لا سمحي لي، واخا في العيون كاين، غتمشي الاكاديميه. انا كنعرف اصدقاء اللي هما في اكاديميه ديال التربيه والتعليم ديال اللي كاينه في العيون، اللي الحمد لله كيمارسوا هذا
الاعمال هذه. دونك شنو دير السيده يعني باش نربحوا الوقت؟ مباشره تسول على الاكاديميه ديال التعليم. في الاكاديميه ديال التعليم اللي كاينه في العيون، الموجهين مباشره غادي يتلاقى بالناس اللي غادي يعطيوها واحد الدفعه كبيره بزاف. نعم. شنو الدفعه اللي غادي يعطيوها؟ غادي يجلسوا مع هذا الوليد، يجلسوا معاه، يسمعوا له، يتصاحبوا معاه واحد المده زمنيه باش يبينوا لي بان راه الغضب ديالو راه حنا كنفهموه. هذا الوليد خاص لي يفهمو. نعم. خاص لي يقول ليه ايه فعلا بصح نيت راه انت والديك راهم ظلموك، راه ما ربوكش بالطريقه الصحيحه. ولكن دابا في من كتفجر العنف ديالك؟ راك كتفجره في راسك. ولكن راه ما غاديش يسمع لا من الاب، لاحظي معايا الاب مريض. الاب نورمالمون هو اللي كيبين هذاك القوه ديالو، كيبين ديك السلطه ديالو. فها هو مريض، انا اكيد بان هذا الوليد هذا ملي كيمشي مع الاصدقاء ديالو يتحاشى تماما انه يهضر على باه، لانهم اللي غادي يقولوا ليه باه كشنو كيدير غادي يقول لهم مريض. حتى واحد ما كيقبل ان الاب ديالو يكون مريض ويكون ضعيف، لان كتشكل ليه الضعف. بالنسبه للام ديالو فضرباتو لان كانت في الموقف ديال انها خصها هي اللي تحميه وتحن عليه، فما يمكنش ان النصائح وان التاطير يمر مباشره راسن من الابوين. علاش انا سولت على لي غولي؟ سولت على الناس اللي دايرين ممكن. فاذا ما كاينش كنلتجئ الخبره خارجيه اللي كتحاول انها هي كتاثر. نعم. ماشي بعيد ان هذا الولد الا خليناه دابا 15 سنه ممكن اننا نرجعوه ونصلحوه، ولكن الا خليناه وصل بهذا النفسيه اللي هي عنده 20 سنه فما فوق فممكن انه يطرق الابواب ديال افات اخرى. نعم. اللي كيصعاب الحل ديالها بطريقه اللي هي سهله. نصيحه للسيده وللناس. نعم. اللي عندهم وليدات هنا كتهضر على القرايه، هنا الواقع ولا انسولونس. نعم. الى ما لقيناش شي واحد اللي يعاون مثلا الاب غائب او لا مريض او لا هذا، تنشوفوا لي غولي اللي هما الخال والعم والناس اللي عندهم سلطه. ما كانش كنلتجئوا الاخصائيين. نعم. سواء دي كوتش ولا الناس اللي غادي توجهنا في حاله مثلا عدم تواجدهم في المنطقه. الاكاديميات ديال التعليم ممكن تقترح. نعم. يعني حاجه اخرى راه ممكن ان تمشي غير عند مثلا غير عند الطبيب. يعني الطبيب الجينيراليست. نعم. ديال العائله، وتطلب منه تقول لها ودي بغيتك تهضر ليا مع الابن ديالي. لان علاش كنقلب انا على هاد الرموز؟ نعم. هي رموز سلطويه، رموز ديال السلطه. كتعني لي كاين واحد السلطه، كاين واحد. فالا كان عنده واحد التقدير لمهنه الطبيب. نعم. فالا مشى ولا عيط عليه غادي يقول لي انا هو الطبيب، انا هو الدكتور الفلاني، راه انا هو المعالج ديالكم، راك عقلتي عليا ولدي، راني بغيت نهضر معاك. ويجي ويجلس معاه. فاكيد انه غتكون عنده اذن صاغيه، واكيد انه غادي يبوح ليه باشياء اللي هي كتضره. ويا ريت هاد الناس هادو اللي كنلتجئوا لهم تكون عندهم صدر رحب، لان كاين الناس اللي تقول لك انا ما عنديش الوقت وانا ما مساليش. نعم. يكون صدر رحب ويقدموا لي هذه المساعده. فكنا عندنا رسائل، عندنا رساله في الحياه، عندنا رساله في الحياه، فناديوها قد ما استطعنا، لان ما تنعرفوش داك الشيء. كنديروا الخير مورانا ونساوه. ياك دكتور عبد الهادي يقدر يزرع الخير ولو في غير موضعه وفي الناس، في وليدات المجتمع ديالنا، راه ماشي خساره طبعا. تنشكرك دكتور عبد الهادي القاسمي. مازال الموضوع باقيه مشاهدينا في العشيه على امواج راديو دوزام. دونك واحد دابا واحد ساعتين ثلاثه السوايع هكذا بعد جوج، من جوج حتى لاربعة على امواج راديو دوزام. غادي تكون معي دكتور عبد الهادي للاجابه على كل الاسئله ديالكم. يمكن لكم تواصلوا معنا وتعطيونا حتى الشهادات ديالكم، وكنتعلموا منكم وتعلموا كذلك من الاخصائيين ديالنا. شكرا لكم والى اللقاء.